بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي. أهلا وسهلا بكم يا أبطال. يتجدد بنا اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، ودرسنا بعنوان زينب تصنع كوبا. والآن يا صغاري أشاهد وأتحدث. نتأمل اللوحة لنصف دقيقة، هيا بنا. والآن بعد أن تأملنا اللوحة، كم شخصا في الصورة؟ كم شخصا في الصورة؟ تفضلي. شخصا واحد. أحسنت، بارك الله فيك. هل هذه بنت أم هذا ولد؟ تفضلي، هذه بنت. أحسنت، بارك الله فيك. أين تجلس؟ تجلس في المنزل. أحسنت. هل تصنع الحلوى؟ لا. كيف عرفت ذلك؟ لأنها تمسك في يدها قطعة طين. أحسنت، بارك الله فيك. والآن يا صغاري اذكروا أسماء الأشياء التي نراها في الصورة. ماذا نشاهد في الصورة؟ ما هي الأشياء التي نراها؟ تفضلي. أشاهد في الصورة نافذة. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا ماذا نشاهد في الصورة؟ أشاهد في الصورة ستارة. أحسنت. أيضا أشاهد في الصورة بنت. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا ماذا نشاهد؟ أشاهد في الصورة فخارة. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا ماذا نشاهد؟ أشاهد في الصورة دبدوب. أحسنت يا صغاري. ننظر إلى الفتاة، ماذا تفعل؟ إنها تقوم بصنع أشياء يدوية من الطين. أحسنت. وما فوائد الصناعات اليدوية يا ترى؟ تفضل. إنها تعبر عن الذات. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا وكشف الخيال. أحسنت. وتطوير العمل اليدوي، وتطوير المهارات، وصقل المواهب. أحسنت يا صغاري، بارك الله فيكم. الآن يا صغاري مع القراءة الأولى، فلنستمع جيدا إلى القراءة. زينب تصنع كوبا. أخذت زينب قطعة طين وقالت: تبدو هذه قطعة مناسبة. وبدأت تضغط وتعجن وتصنع من قطعة الطين شكلا جميلا. أخيرا صاحت زينب: أمي أمي، لقد صنعت كوبا، انظري ما أجمله. قالت الأم: رائع، ضعيه ليجف قليلا، سأحرقه في الفرن، بعدها يمكنك تلوينه بأي لون تشائين. أصبح الكوب الآن جاهزا، وضعته زينب على الرف لتشرب فيه الحليب الساخن بالشوكولاتة. شعر الكوب بالفخر وقال في نفسه: أخيرا أصبحت شيئا جميلا بفضل مهارة زينب. أحسنت يا صغاري. والآن من يقرأ؟ تفضل يا حمزة. أخذت زينب قطعة طين وقالت: تبدو هذه القطعة مناسبة. أحسنت، بارك الله فيك. من يكمل؟ تفضلي يا بتول. وبدأت تضغط وتعجن وتصنع
تصنع من قطعة الطين شكلا جميلا. أحسنتي، بارك الله فيك. الآن من يقرأ؟ تفضلي يا دانا. أخيرا صاحت زينب: أمي أمي، لقد صنعت كوبا، انظري ما أجمله. قالت الأم: رائع، ضعيه ليجف قليلا، سأحرقه في الفرن، بعدها يمكنك تلوينه بأي لون تشائين. أحسنتي، بارك الله فيك. والآن من يقرأ؟ تفضلي يا ريان. أصبح الكوب الآن جاهزا، وضعته زينب على الرف لتشرب فيه الحليب الساخن بالشوكولاتة. أحسنتي، بارك الله فيك يا ريان. من يكمل القراءة؟ تفضل يا أمير. شعر الكوب بالفخر وقال في نفسه: أخيرا أصبحت شيئا جميلا بفضل مهارتي زينب. أحسنت يا أمير، بارك الله فيك. والآن يا مرام، ماذا صنعت زينب؟ صنعت زينب كوبا. أحسنتي، صنعت زينب كوبا. والآن يا خديجة، بماذا شعر الكوب؟ شعر الكوب بالفخر. أحسنتي، بارك الله فيك. الآن يا صغاري، ما هي أحداث النص؟ تفضلي. أخذت زينب قطعة طين. أحسنتي، اثنان. بدأت تعجن قطعة الطين وصنعت منها شكلا جميلا. أحسنتي. ثم صنعت كوبا وصاحت لأمها كي تشاهد الكوبة. أحسنتي. أيضا أصبح الكوب جاهزا، وضعته زينب على الرف لتشرب فيه الحليب. أحسنتي. ماذا شعر الكوب في النهاية؟ شعر الكوب بالفخر وقال في نفسه: لقد أصبحت شيئا جميلا بفضل مهارة زينب. أحسنتم يا صغاري، بارك الله فيكم ولاستماعكم، وإن شاء الله سألقاكم في درس جديد. مع السلامة.